ما فيش انسجام بصراحه بقى، كمان ما بحبهاش انا. يا اخي بلاش نحبها، هي حب فلوسها. مش انا الراجل اللي اعمل كده. لو تعرفي السبب الحقيقي اللي انا فسخت الخطوبه هصدقها كل كلام. ايه هو؟ شفت بختي يا بابا، شفتي اسمتي ملخبطه يا ماما. ايه اللي لخبطها بس يا بنتي؟ العريس وانت اللي اخترتيه وبيحبه وبتحبيه. مصيبه انه تحبوا بعض. فيها ايه يعني لما عمه طلع حته مليونير؟ ما فيهاش حاجه. كل عيله في الدنيا فيها الغني وفيها الفقير. يعني عشان بختي كويس. لا عشان بختي وحش، عشان مش هلحق اتهنى مع الراجل اللي حسيت بيه وممكن اعيش معاه ويبقى ابو اولادي. لا ده كلام يا بنتي. عارفة يا ماما، لو ما كنتش متأكدة من أخلاقه وعارفة إني مش هلاقي زيه كنت طلبت منه الطلاق النهاردة. في واحدة عاقلة تتجوز امبارح وتتطلق النهاردة؟ كده ولا كده لازم نسيب بعض يا بابا. ليه بس؟ عشان بنحب بعض. اديني عقلك بقى، عايزة تتطلق عشان بتحبه وده كلام؟ يا بابا أنا خايفة عليك. من إيه؟ مني. أنت بتاكلي العرسان. لا يا بابا، بس كل اللي جوزتهم قبل كده ماتوا بعد شهرين. على حسب قولك، لانهم كانوا اغنياء. المره دي بقى عمه اللي غني وهو الوريث الوحيد له. مش جايز عمه ده يبقى عمره طويل؟ وجايز جدا رقبته تتقطم في اي وقت وتبقى مصيبه وجات على دماغي. حد يسمي الفلوس مصيبه؟ من اللي شفته نفسي استقر في حياتي يا ناس، واللي ما نايمنيش طول الليل انه مصر انه يشتغل. له حق. يعني عايزه انت اللي تصرفي عليه؟ طب افرض اشتغل وبقى غني اعمل ايه؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه فقير، عايزه شحات، عايزه مش لاقي اكل، عايزه يمشي حافي. يا ماما انا بحبه بحبه بحبه. صدقني يا عمي انا بقيت انسان جديد، شخص تاني خالص غير اللي حضرتك تعرفه طول عمرك. عظيم عظيم. يعني مصدقني؟ ابتدى تقول يعني اني ابتديت اصدق. لحد ما اثبت لك كلام، مش ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ مظبوط كلام. شوف يا عمي، انا من ايدك دي لايدك دي تقدر تعتبرني شرف في رجليك، سجاده تدوس عليها. المهم ان انا اشتغل وابقى جدير بمراتي اللي انا مصمم ان انا ابتدي معاها حياه من اول وجديد خالص. شوف بقى يا حمزه. نعم. انا هكلفك بمهمه، اذا نجحت فيها تقدر تعتبر نفسك انك بتشتغل عندي في مكتبي، بل هتكون المسؤول عن كل الاشغال اللي فيه. تحت امرك يا عم. عايز نعمل ايه؟ في جدع جزار واخد محل من محلاتي بقاله سنه ومش عاوز يدفع الايجار. ليه؟ بدعي انه المباني عايزه اصلاحات، وانا واثق ومتاكد انه بيقول كده بس علشان يبنطق على المبلغ. ناس سوخه نصابين بطلين. وعايزني انا اجيب الايجار من السوق دول؟ مظبوط. اهو اذا نجحت في المهمه دي اعرف انك تقدر تدير كل امور مكتبي خصوصا في المسائل الصعبه. بس كده؟ اعتبر ان الايجار هيكون عندك بعد الساعه 1. الجزار قال ده، انا ما يهمنيش السلخانه بحال. وتقول ده معلم ايه ده؟ معلم ايه اللي بتعمله يا معلم؟ ايه ده؟ تعالى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه باين عليه مفتري قوي الراجل ده. قوي قوي. فتاوى يعني. ما عندوش قلب، ده كل يوم والتاني بسببه بيتنقل ثلاث اربع رجاله المستشفى. ثلاث اربع يتنقلوا المستشفى؟ ايوه. على العموم احنا مالناش دعوه. انا عايز اسالك والنبي على المعلم طب والجزار. حضرتك بتهزر؟ ليه؟ ما هو ده. هو ده المعلم طب؟ ايوه هو ده. فتاوى؟ ايوه. ربنا يطمنك. يا معلم بابو. يا نعم. الامضة دي مش امضتك؟ امضت. امال مش راضي تدفع حساب الكمبيالة ليه؟ مزاج. مزاجك يعني ايه؟ انا مزاجي بقى اكل حقوق الناس، عندك مانع؟ لكن دي تبقى سرقة. سرقة؟ الله. والله صحيح، دي تبقى سرقة. طبعت الكمبيالة. ايوه كده، ايوه كده، اتفضل. خدها. هذا نوفل. ايوه معلمي. تعالى هذا. ايوه معلمي. الامضة دي بتاعتي انا. ايوه معلمي. طابور انت؟ يلا يا سيدي يلا يا سيدي. ايه الله 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 الكمبياله. فلوسي يا نصاب، فلوسي يا حرامي. مين اللي نصاب حرامي؟ هذا نوفل يا معلمي. شنو نفاني ده؟ حطوه جنب زملائه بره.
مساء الخير يا معلم بابو. صنور، اذا كنت فاكر نفسك بابو بقى انا 60 بابو. اسمع ما تبصليش لخنفك. شوف اسمع، انا ما يهمنيش انت ولا ابدع منك، انا جاي اخد الايجار متاخر عليك من سنه، ومش ماشي من هنا الا لما اخد حقي على دير مليم. واذا كنت فاكر نفسك عتحوشتي تبقى غلطانه بابو. تعالى على الشقه بالناس. ده كان دماغ، ده حتة دماغ لو اداها الترمية فرمل. المهم انك خرجت بالسلامة. سلامة؟ انت بتسمي دي سلامة؟ احسن ما كان حصل لك ارتجاج في المخ ولا حاجة. ألعن ألعن عمي، عمي اللي كنت معتمد عليه انه هو هيمسكني شغله لو انا نجحت في المهمة دي. ما عندكش فكرة يا حمزة انا سعيدة قد ايه. سعيدة ان انا انبطعت؟ لا يا ابني، مبسوطة انك خرجت بالسلامة. انتوا لسه عرسان جداد، وكويس قوي انه ما قطعلكش رجل، ايد، خزقلك عين. يا ريت، يا ريت كان حصل كده وعرفت اجيب منه الايجار. هشتغل فين بعد كده؟ هبتدي حياتي ازاي؟ وهو انت لازم تبتدي؟ ما هو يبتدي ينتهي. ولا يهمك، انت مش معاك شهادة كبيرة؟ خلاص تقدر تشتغل بيها في اي مكان يعجبك. انا مش عايز اضيع وقت. الشغل عند عمي كان جاهز. انا في دماغي الملطوحه دي افكار كتير قوي، لو استغلتها كنت هبقى مليونير في ظرف سنه. حمزه اعمل معروف، ما تقولش كده، ما تفولش. خلاص مش هقول حاجه، الكلام ما بقاش فيه فايده. كل اللي كنت بنيه هدوا المعلم ضابه على دماغي. حمزه ابن اخوك. عمي سامحني يا عم. انت اللي سامحني يا ابن اخوي، لاني بعتك للراجل المجرم ده، لكن انا انت الحنطير. انا بلغت عنه وارفض الحط عليه وزجوه في اعماق السجون مكبل بالاغلال الحديديه. لا حلاوه، لكن انا ما عرفش اجيب لك حقك. خلاص ما عدتش هتثق فيا يا عمي. لا انا دلوقتي ادركت انك عرضت روحك للخطر علشان خطر، ولذا احب اقول لك ان ثقتي فيك بقت كبيره جدا 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 جدا. يعني ايه يا عمي؟ يعني اقصد انه حمزه ابن اخويا هيتولى جميع اعمالي، المكتب مكتبه، ينفذ المشاريع اللي هو عاوزها، مفاتيح خزنتي هتبقى في ايده، يتصرف في كل اموالي. حمزه ابن اخويا احمدك يا رب اللي رجعت الخروف الضال إلى زريبة أهله. إيه؟ بتاعنا كبيرة أوي. ما عندكوش فكرة بقى، عمي مبسوط مني قد إيه. سلمني كل الشغل بتاع المكتب، بقيت أنا الكل في الكل. إمبارح مضيت عملية ب 20,000 جنيه، قبل كده مضى عملية ب 45,000 جنيه. امال هو اداني العربيه بتاعته ليه؟ عشان اقدر الاحق على المواعيد بتاعه الزباين. عمي بيفكر يخليني شريك معاه في المكتب، مش شريك النص بالنص طبعا، مش معقول يعني، انما شريك في الارباح. ليه بقى؟ عشان احس ان هو بيكافئني على المجهود اللي انا بعمله. لو العمليه دي تمت ها في ظرف شهر هبقى غني جدا. عارفه يعني ايه هبقى غني؟ ايه زعلانه ليه؟ في حساسيه ولا من الطبيخ؟ من الطبيخ. مفيش. مفيش ازاي؟ ما تتعاطي ليه؟ ابدا ابدا. يعني ايه؟ مش لاقي حاجه تعمليها قلت تعيطي؟ ارجوك يا حمزه ده مش وقت هزار. شفت ازاي؟ بتتكلمي جد. قولي لي بقى ايه اللي مزعلك؟ انت. انا؟ سهير انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا علشان انت تبقي سعيده. حمزة أرجوك ما تسيبنيش، أي مكان تروحه خدني معاك. ما هو ده اللي بيحصل، لو رحت سينما أو مسرح أو زيارة وتبقي معايا، مفيش غير حاجة واحدة بقى اللي هي الشغل، وده مش ممكن طبعا. ليه؟ مش ممكن. شفتي دكتور بيروح يعمل عملية ومراته معاه؟
شفت مهندس بيروح يبني عمارة مراته واقفة على ايده؟ خلاص يبقى مفيش داعي. مفيش داعي انك تيجي معايا؟ لا مفيش داعي للشغل. انت بتقولي يا سهير عايزة تصرفي عليا؟ مش انا وانت واحد؟ انا ما قلتش حاجة. سهير ازاي تقبل انك انت تعيش مع واحد ما عندوش اي احساس بكرامة يقبل ان مراته تصرف عليه؟ سهير انا عايزك تمشي فخورة بيا، وده مش حاجه غير بالشغل بالمكسب بالفلوس. يا سلام ما تجيبليش بقى سيره الفلوس، خلاص بقيت معقده منها. طب اهدى دلوقتي عشان ما اروحش الشغل واسيبك متضايق. انت هتنزل؟ اه عشان عندي مواعيد ضروري. لا لا خليك قاعد معايا شويه. مش ممكن انا مستعجل شويه. معلش. طب بقول لك ايه، فوت على بابا عشان كان عايزك في حاجه مهمه قوي. ما انا كنت قاعد معاه على الغدا ما قاليش ليه. معلش يمكن ناسي. طيب هعدي عليك. خلي بالك من سهيل. قالت لي ان حضرتك عايزني في حاجه مهمه. انا؟ ايوه. جايز؟ جايز يعني عايزني ولا مش عايزني؟ برضه جايز. اه ولا لا؟ اه لا. وبعدين بقى في شغل العيال ده الله، انت عايز مني ايه بالظبط يا راجل انت؟ شوف يا ابني، ما دام سهير قالت لك اني عايزك يبقى اكيد عايزك، وبما اني انا دلوقتي مش عايزك ابقى ناسي اذا كنت عايزك ولا مش عايزك، وبناء عليه خليك قاعد لما اشوف اذا كنت عايزك انا ولا مش عايزك انا. اه دلوقتي في ناس مستنياني وانا عندي شغل، فجايز انا اتاخر عليهم لان هم جايز كمان يبقوا مستنياني وانا جايز ما اتاخر، فانا يعني مش وبعدين تهرشت لي نافوخي. السلام عليكم. جايز ابدا مفيش. لا امال العجل ماله؟ اهو الاربعه مره واحده. اه على كده مش هتقدر تخرج بقى. ليه؟ هاخد تاكسي. تعالى هنا. طب افرض ما لقيتش تاكسي؟ هكلم عمي يجي ياخدني بالتليفون بعربيته. طب افرض ما جاش عمك؟ هروح ماشي. حمزه بكده بقى هنكسب مبلغ كبير قوي لو دخلنا مقاوله المصنع ده. اعمل اللي تعمله يا حمزه يا ابني. أنا دلوقتي صحتي أصبحت ما تستحملش أبدا الأمور الصعبة دي. أنت دلوقتي إيدي يمين وإيدي شمال ورأسي مفكر كمان. ألو؟ ها؟ آه ده علشانك يا حمزة. ألو؟ مين؟ حمزة بيه؟ تليفون عشان سعادتك. البيت يا فندم. طب خليهم يكلموني. إيه اللي حصل؟ انت لسه ساب البيت دلوقتي؟ اكيد حصل حاجه مهمه. ايوه انصاف، في ايه؟ استاذ حمزه لازم تيجي وبسرعه، الست سهير تعبانه. تعبانه قوي؟ ايوه الست سهير بتقول لك ان هي تعبانه. انا اللي بقول لك انها تعبانه قوي. ايوه وبتقول لك بتقول لك بقى لازم تسيب الشغل. لا انا اللي بقول لك. ايوه لا انا اللي نعم بعد شوية. لا لا دلوقتي. لا 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 ما ينفعش دلوقتي حالا. آه. حالا. اهو جه يا بابا. يا سهير تخلي الراجل يسيب شغله بالشكل البطال ده، ده حتى يبقى اسمه واقف حاله.
يا عم. في ايه؟ لا لا يا عم مفيش حاجه بسيطه. مالك يا سهير؟ ابدا، اصلي بعد الغدا دخلت نمت شويه فشفت في المنام ان انت عملت حادثه بالعربيه، فعشان كده حبيت اطمن عليك. منام؟ شفتني في المنام. ده عشان خاطر منام تخليني اسيب صفقه بربع مليون جنيه. ايه؟ سامع بيقول ايه يا بابا؟ وبعدها كنت عامل شغل ب 300,000 جنيه. مش ممكن، هيغمى عليا. سامع بيقول ايه؟ خليكي في السرير بقى عشان انت اعصابك تعبانه. تعالى هنا، رايح فين؟ عندي شغل. لا 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 يا حمزه بلاش نخرج، خايفه ان حلمي يتحقق وتعمل حادثه بالعربيه. وحياتي بلاش تخرج. بلاش افكار العيال الصغيره دي. ابوك انا عندي شغل. راح خلاص وجاي. رايح اشتغل. العيال مهفوفه. رايح اشتغل يا بابا. هيغسلني ويبقى معاه فلوس يا بابا، اعمل ايه؟ قولي لي انها عيانه. الراجل ليها كانت بتحلم. اوعي تطلبوني في الشغل بعد كده. انا اقول مين اللي يا استاذ حمزه؟ مش هم اللي قالوا لي؟ طب قولي لهم لا؟ لا. ماذا وإلا أرفدك؟ مش منك يعني كنت خفيفة قبل كده تقوم تستغل مركزك؟ انا معرفش هزار. اسمعي كلام جوزك يا بنتي، مش يمكن حظك يبقى كويس وجوزك يفشل في كل شغلانه يعملها ويرجع شحات زي ما كان. يا ريت يا بابا، انا هعمل المستحيل عشان حمزه يفشل. خلاص يا ستي اسيبك بقى تستريح شويه. طيب كل شويه حاجه والدخله تطلع لي. الو، اديني بيومي بيمو فرق. انا مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تدولي وبس. تليفون عشان سعادتك يا بيومي بيه. الو، انا بيومي. مين اللي بيتكلم؟ انا واحده عايزه اقول لك كلام مهم جدا، ارجوك تسمعني كويس. سامع كويس يا فندم، اتفضلي. ايه بتقولي؟ ايه ده؟ مش ممكن، مستحيل. يا لهوي. قولي الحقيقه عشان انبسط منك. يلا ما تضيعيش وقت، قولي. ايوه، عايز نقول حاجه ما اعرفهاش. طب انت ما كلمتيش عمي؟ انا في التليفون ولا نسيتي؟